هاي التو ريكوايرمنتس الاوفر شوت 16.1 والرايز تايم 200 ملي سكند. راح اجي الان هلا اول شيء راح الغي هذا التي دي، ففيش عندي الان غير كي بي. هلا راح نبدا اول شيء نشغل السيستم. هلا بنرجع احنا كانه عندي بروبورشنال كنترولر، راح اركز اول شيء على الرايز تايم حتى لو كان الاوفر شوت عالي. فنطلع الان على الرايز تايم. الرايز تايم عندي قديش؟ كبير مش هيك؟ حوالي 320 ملي سكند، احنا بدنا 200. فايش راح اعمل الان في كي بي؟ راح ازيدها، راح ازيدها ل 20 لانه انا عارف تقريبا الفاليو اللي بدي اياه. راح نعمل رن. قديش كان الفاليو احنا طلع معنا؟ اظن 33 مره اذا بتتذكروا، ولا 20 كان 20؟ بالبي لحالها اه؟ بس ال 20 حقق ايش؟ الرايز تايم هي حيتحقق عندي الرايز تايم 100% مظبوط؟ اوكي؟ هلا الاوفر شوت ايش مشكلته؟ مين اللي بنزل الاوفر شوت؟ دي. اذا خلص بنروح بنزيد دي هلا. فبنسكر هذه من هون وبنعمل رن، وانا حطيتها ضعيفه في البدايه دي. لاحظوا هاي لما تكون زيرو لانها في البسط مش في المقام، كانها مش موجوده، لو حطيتها زيرو كانها مش موجوده. طبعا في الواقع الدي في على دي تي مشكله. اذا عندي نويز راح يتضخم النويز اه، مشكله كبيره الدي في على دي تي، وفي حلول صناعيه كيف نحل مشكله الديريفيتيف. نشوف ايش صار عندي هلا لما زدنا الدي، نزل مش هيك الاوفر شوت؟ نزل بشكل ممتاز حتى. حتى ممكن نخفف شوي منه اذا بدكم، بس هل اثر على الرايز تايم؟ خلينا اشوف. زاد شوي الرايز تايم مش هيك؟ اوكي، فبقدر ننزل منه، خلينا نخفف منه لحد ما يصير عندي الاوفر شوت اللي انا بدي اياه. خلينا نجرب هون مثلا 0.1. بدي اخففه مش هيك؟ مزبوط كلامك صحيح. 0.04 مثلا. نعمل رن. انت بدك تحط الاوفر شوت ولا لا؟ انا الاوفر شوت كان اقل من المطلوب، فانا بقدر ارفعه عشان احسن. هي صار عندي قديش هلا؟ 250 250 مضبوط. 0.02. خلينا نجرب ثلاثة. ما شفنا الاوفر شوت. هلا بنشوف. صار عندي يمكن 230. خلينا نشوف قديش الاوفر شوت تقديرا. 16. طيب خلينا نوقف هلا هون نشوف قديش عندي هلا. 1.1 تقريبا 16%، يعني تقريبا مقبول هذا. ليش ممكن اعمل بتغيير الكي دي؟ ما في عندي، مش راح يطلع معي حل بالضبط مناسب مش هيك؟ طيب نرفع الكي بي اكثر. نرفع كي بي ماشي اوكي تمام كويس. فنرفع هاي مثلا ل 22. هلا الرايز تايم صار يمكن نزل شوي، صار 220. الاوفر شوت 18. طيب نزيد كمان كي بي، نزيد الاوفر شوت 25، وخلينا نزيد هاي نرفعها ل 0.04. واضح انه كله ترايل اند ايرور عم نعمل، ما في شيء اناليتيكال. الاوفر شوت هلا نزل جيد الاوفر شوت. قديش عندي الرايز تايم؟ الرايز تايم تقريبا هلا لو استمرينا بالعمليه هاي راح نلاقي قيمه مناسبه اه، يعني بين كي بي وتي ار وتي دي عمالنا بنلاقي تقريبا القيمه المناسبه. بدي ازيد كي بي ولا ارد ازيد تي دي معها؟ بنريخو ريسبونس مقبول. هل عندي ستيدي ستيت ايرور؟ عندنا هي ستيدي ستيت ايرور موجود اه. هلا راح احط انا تي اي بس خفيفه، راح احط تي اي 4 سكند 4%. هون عندي هاي راح اسكرها، راح اخليها 4 سكن زي ما كانت عندنا بالاول ونشوف ايش بيطلع لنا. مشكلتي اذا نزلت التي اي كثير راح تاثر على الريسبونس تبع السيستم كله ككل. الاوفر شوت بدا يزيد، زاد شوي الاوفر شوت عن القيمه السابقه وفي عندي رايز تايم، فكلها هلا بتصير كومبرومايز ما بين كل الفاليوز هاي. نعم الرايز تايم تحسن؟